السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مع سافورني. هل في وصفة جديدة اللي هي خبز البيضة التركي؟ هنايا البنات عندي كاس حليب، كاس اتاي صغير نتاع ماء، زوج مغارف زيت، مغرف كبير سكر، مغرف كبير خميرة الخبز والملح والفارينة والججلان واللسانوج للتزيين، وصفار بيضة مع شوية حليب للتزيين تاني. هنايا ندير الخميرة كيما موالفين البنات، نديرها هي الاولى مع الماء والحليب ومغرف تاع السكر، ونخلطهم بالفوي حتى تذوب الخماره نتاعي. هنايا كي تذوب الخماره تاعي من هذا الخليط، نبدا نزيد عليها الملح. الملح هنايا البنات كيما على حسب الذوق تاعكم، اللي يبغي يديره مسوس ولا اللي يبغي يديره ناقص ملح ولا حسب الذوق. ونزيد الفارينه. هنا البنات ما كانش عندي الوقت نورمالمون نغربلها، انا درتها ديريكت. هنايا كيما راكم تشوفوا ندير الفارينه. هنايا هذا خبز البيدا ما يبغيش يجي قاصح، يبغي يجي شويه خفيف جاري. دوك تشوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. انا البنات هاد لا غوسيت عطاتها لي تركيا، بصح انايا هنايا نقصت منه الزبده، ما درتلاش الزبده، بصح هكاك وجاني روعه. موالف نديرها بالزبده يجيني يهبل. مي البنات نقول لكم فوق هاد المقادير زيدوا معها الزبده يجيكم في القمه. هنايا كما كنتو تشوفوا راني نزيد له الفارينه غير بشويه 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 حتى اللي نتحصل على عجينه خفيفه خفيفة ورطبة ومتلاصقة. نخليها عاد تلصق ونخليها كيما نقولوا تخمر. البنات هنايا كيما راكم تشوفوا عجنيها مدة 5 دقائق حتى 6 دقائق كنت تعجني فيها، غير تلمي فيها ماشي مشروط تدلكيها، لخاطرش ما تدلكش، خاطر تشوفوا كيما راكي تشوفي خفيفة. والمدة نتاعها نتاع باش تخليها تخمر خليها 45 دقيقة حتى لساعة. ومن بعد زدت عليها هذوك جوج مغارف تاع الزيت حتى التالي، وديري الزيت فيها باش وسيد تخليه غير بشويه بشويه. هنا البنات موالفه نديرها في البيترا يجي خير، بصح انايا قلت نديرها هكا باش البنات اللي ما عندهمش البيترا يقدروا يديروه نورمال. كيما راكم تشوفوا هنايا خليتها تخمر، غادي نغطيها ببلاستيك وندير عليها سربيته وندخلها تخمر. من بعد اللي خمرت البنات هنايا خليتها ساعه، درت الزيت في يدي وديغازيتها، قلعت لها هذاك الخمور تاعها. كيما راكم تشوفوا خليتها تتلصق، عزت حطيتها في البلان دو طرافاي تاعي فوق الطابله، لمتها غير شويه. ومن بعد جبت البلا تاعي فيه بابي كويسون، قرصتها فيه هنا البنات. هذا خبز البيدا يجي اوفال، معروف عن تراكا يجي اوفال ما يجيش مدور. المهم هنايا درت البابي كويسون باش ما تتلصقليش، وقرصتها على شكل اوفال على شكل بيضاوي، ودرت وخليتها تخمر. هنايا البنات خليتها تخمر مدة 15 دقيقة، ماشي تخمر غير تريح شوية مدة 15 دقيقة، وعاود وليت لها. هنا كيما راكم تشوفوا البنات كي عاودت وليت لها، درت شوية فارينة، هي تبغي ديري الزيت في صباعك ولا الفارينة، ودرت هاد الأشكال. أنايا هنايا موالفة ندير كاري، واليوم قلت نديره غير هكا بالطول، هاد الأشكال بالطول، خطوط بالطول باش يجي عطي النظره تاعها زينه وشابه. وفي التالي جبت هذيك الحبه تاع البيض مع شويه تاع حليب، الحليب يعطيها لمعان كي تطيب مع هذاك البيض، صفار بيضه.
وبالبانسو قعدت ندير نطلي في الخبزة نتاعي كاملة. ومن بعد درت لها السانوج والجلجلان، هنايا على حسب الاختيار تاعك، هو يجي فيه السانوج والجلجلان مخلط، وانت تبغي ديري غير الجلجلان، تبغي ديري غير السانوج، تبغي ما ديريش كاع كيما تبغي اختي. وهنا البنات دخلتها طابت من التحت، كي طابت من التحت عاود شعلت لها من الفوق، وجات من الفوق حمراء كيما راكم تشوفوا تشهي. هنايا جات كل العجينة قطنية تهبل ما شاء الله. شوفوا البنات هذا علاش قطعتها بالطول باش تجيني في تقطع سهلة. هنايا شهيتكم في الجنة البنات، نتمنى لكم تصوموا بصحة ولهنا. الى فيديو جديد ان شاء الله، ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة، فرجة ممتعة.